تركب الاتوبيس، مستر موسيماني هو موجود، ومصطفى شوبير، وكلهم خارجين في نعمه يعني، وادييه نعمه من عند ربنا كبيره قوي النهارده وديانج. النتيجه دي فمكافاه على ادائهم وتركيزهم وثقتهم في نفسهم ان هم يقدموا مباراه زي دي. ما هو انا اللعيب عندك في الملعب لما بينزل اهم حاجه عندك ايه لما بتستلم الكره ايمن؟ ان تلاقي 3 4 بيتحركوا لك، 2 3 4 بيدافعوا معاك وبيخشوا معاك في الشكل، انك انت ما بتحسش انك لوحدك، ما تمسكش الكره وتبقى عايز تعمل الطويله، لان ما فيش حد بيديك السبورت او بيديك يمين او شمال. لعيبه النهارده بعد ما جابت الهدف يعني حمدوا ربنا كويس قوي، وابتدوا يعملوا ايه؟ حاله مسك الكوره، مش عايزين يهاجموا الهجوم القوي قوي، مش عايزين يلعبوا المران الطويله، برضو عايزين يستنفذوا اعصاب فرقه الوداد بالاستحواذ على الكوره. النهارده تحيه طبعا للعيبه والمجهود اللي عملوه ده، والشكل الفني والاداري اللي كان على الخطوط، وتحيه طبعا للمدرب ده اللي هو ابهرنا النهارده بالجراه الكبيره قوي انها توازي شخصيه النادي الاهلي في اي مكان. فالف مبروك يعني. وده اللي قاله الكابتن علاء لينا واحنا ما كناش مقتنعين ولا هقتنع ولا ممكنش هقتنع يعني. بس انا كنت عايز احمد فتحي هم في طريقهم للاتوبيس رايحين بقى على المطار على طول ان شاء الله يرجعوا بالسلامه باذن الله. بالامانه بس اقول لك انا كنت عايز احمد فتحي مكان حسين الشحات. ايوه كويس. ايوه وعايز محمود وحيد مكان علي معلول. علي معلول قدام محمود وحيد. لدرجه ان انا من كتر ما سمعت عن الوداد ده من يمين وشمال والثوابت والكورنرز ومش يعني، واحنا شغلتنا ان احنا لازم نتابع الفرق كلها ونتفرج عليها، بس انا لم اتوقع هذا نص الملعب والديفنس بتاع الوداد ده. ما حدش فينا يقدر. علاء بقى الظاهر شاف الماتش قبل كده او ما اعرفش يعني، حسيت ان هو كل ما نجيب جون بس اروح اقول بس خلي بالك خلي بالك خلي بالك عايز اقول لك حاجه. هو احنا كنا قلقانين ولكن شكلنا في الجيم غير كل حاجه، غير مفهومنا. انا يوم الخميس قلت 2-1 انا في قناه الاهلي هنا صحيح، بس بتكلم على ايه؟ على فرديات اللعيبه الاهلي يقدروا يخطفوا جوان. عندنا من اللعيبه تقدر تجيب جوان، فرقه الوداد دي ممكن تسرقها تخطفها تحافظ عليها بالتجانب، بس بعد السيناريو اللي انا شفته ده لا انا ما اقدرش كنت اتخيل الجمال ده يعني. صحيح حقيقه صحيح. فالف مبروك وبشكرهم تاني ان هم اسعدوا النهارده حوالي 80 مليون. احنا برضو زي مالك كابتن محمد احنا هنفرح النهارده بإذن الله. ودي جوله وعدت طبعا وناقص جوله ثانيه طبعا نسبه كبيره جدا، ولكن كابتن الخطيب قال يمكن نفس الكلام اللي كابتن محمد يوسف قاله واضح عليه. هي بص يا ايمن لو بصيت للعيبه وهي خارجه الموضوع انتهى. مظبوط اللعيبه يعني أيوة من المداريين وكده دول بيفرحوا، لكن اللعيبه وهي خارجه خلاص الموضوع انتهى. حتى وهم خارجين من الاستاد خلاص الحمد لله، و2-0 مبروك، وهيطلعوا على الطياره كل تفكيرهم خلاص هيرجعوا ان شاء الله القاهره بالسلامه، يبداوا يحضروا المباراه تحضير عادي ما فيهوش. انا مش مطمئن على حاجه لسه، دي مباراه كره قدم، واذا كان بيتكلم يوسف ما فيش حاجه مضمونه في كره القدم. 90 دقيقة لسه ان شاء الله تعدي على خير. من حق المسؤولين يفرحوا، من حق السيد واستاذ طارق قنديل. هو كان متواجد المغربي شكله، هو كان محلل اداء مع فايلر برضه، صمم انه يروح للبعثة ويقعد معاهم وكده، لكن اللعيبة خلاص حتى هم خارجين مفيش مثلا لعيب بيفرح، لا خلاص هم خارجين رايحين اتوبيس، عارفين هم عندهم لسه مهمة ان شاء الله في القاهرة عشان يوصلوا النهائي.